السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، نرجو أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد، وهو عن كائن من الكائنات النادرة جدا، وهو الليمور سيفاكا. فهيا بنا لنتعرف على أغرب صفات هذا الحيوان العجيب، ولكن أولا وفضلا لا تنسوا دعمنا بإعجاب، وتأكدوا من الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتتمكنوا من مشاهدة فيديوهاتنا القادمة. ونبدأ على بركة الله. ليمور سيفاكا. السيفاكا هي جنس من الحيوانات تتبع الفصيلة الإندرية من رتبة الرئيسيات، وكباقي الليمورات تتواجد فقط في جزيرة مدغشقر. وكل أنواع السيفاكا مهددة بالانقراض، وتتراوح حالات الأنواع من غير محصن إلى معرضة للخطر للغاية. وليمور سيفاكا حيوان متوسط الحجم من رتبة الرئيسيات التي تضم القرود، وتعد مدغشقر موطنه الأصلي، حيث يقطن في الغابات الجافة الموجودة في الجزء الشمالي والغربي، وكما يقطن في الغابات الساحلية، ويعيش في مجموعات مكونة من 3 إلى 10 أفراد. وهو حيوان نهاري ينام في الليل وينشط في النهار، ويبلغ طول جسمه حوالي 46 سنتيمترا، وطول ذيله يصل حتى 50 سنتيمترا، ويصل وزن البالغين من 3 إلى 6 كيلوغرام. والسيفاكا ذو معطف سميك، ولون ظهره وذيله أبيض مع بعض البقع الغامقة على منطقة الصدر وبعض الأطراف، ولديه لون أسود في أسفل اليدين والقدمين وعلى الأذنين. أما الوجه فهو أسود اللون، وعيناه ذات لون أصفر أو برتقالي. وينفق ليمور سيفاكا ما يقارب ثلث وقته خلال النهار في البحث عن الطعام. وهو حيوان عاشب يتنوع غذاؤه باختلاف المواسم، ففي المواسم الرطبة يتغذى على الأوراق غير الناضجة والزهور والفاكهة واللحاء، وفي مواسم الجفاف يتغذى على الأوراق الناضجة والبراعم. وتختلف السيفاكا عن باقي الحيوانات، حيث أن الأنثى هي من تختار الذكر الذي ترغب بالتزاوج معه، ومن الممكن أن تتزوج بأكثر من شريك. ويعتمد ليمور سيفاكا على عدة طرق في التواصل مع أقرانه، كالإشارات السمعية والبصرية بالإضافة لحاسة الشم، كما يتميز بقدرة كبيرة على القفز فوق الأشجار الشوكية، ووضع يديه بمهارة في المكان الصحيح لتفادي الإصابة، حيث يعتمد في حركته بين الأشجار على التشبث الرأسي. شكرا لكم أعزائي على المشاهدة، تحية طيبة لكم جميعا، ونلتقي بكم في الفيديو القادم على خير بإذن الله. في أمان الله ورعايته.